يعطيكم العافية جميعا، إن شاء الله هسه بدنا ننتقل نحكي هلا بالكونفيرت بالدبت. إحنا عنا أربع حالات، من يعني في أربع أشياء من ممكن تصير. أول إشي عنا repurchase at maturity، يعني إحنا كمستثمر بضل هلا مو صح، إحنا قلنا بالكونفيرت بالدبت المستثمر عنده الخيار إنه يا إما يضل ماس حامل السند يا إما يحوله ل ordinary shares. فبالrepurchase at maturity هون لأ، بضل حامل هذا السند لحديت ما يوصل الماتشوريتي، يعني ما بيحوله بس بضل ماسكه. فبهاي الحالة، بأول حالة repurchase at maturity، هسا هو مدام ما ضل حامل السند وما حوله وضل حامله طبعا لتاريخ الماتشوريتي يعني لآخر سنة، شو بنيجي بنعمل؟ عادي زي هلا احنا وصلنا تاريخ الماتشوريتي وهو حامل سند، شو بالعادة بنعمل؟ احنا بدنا نرجع نسدله اللي هو الفيز فاليو. فبنيجي بنعمل DR bonds payable، لانه مو صح احنا خلص لما نوصل الماتشوريتي بدنا نقفل هذا الحساب، وما دام ما احنا دفعنا له كاش CR cash، فعنا DR bonds payable بقيمة الفيز فاليو اللي هو كان معنا مليونين، وCR cash اللي هو كمان مليونين. انا عم بحل على السؤال تبع الفيديو اللي قبل، تمام؟ طلع يعني عنا بالحالة الاولى هو ما حول هذا السند وضل حامله لاخر يوم، يعني احنا وقتيها هاي السؤال، احنا عنا هذا السند على 4 سنوات، هو فهو بعد 4 سنوات ضل ماسكه واجت اخر سنة واحنا خلص راح خلص الالتزام ولازم نسدله اللي هو الفيز فاليو، صح؟ فبنيجي نعمل دي ار بونز بيبل للسي ار كاش بقيمة الفيز فاليو، هاد يعني الاشي الطبيعي اللي بالعادة نعمله. نيجي على تاني حالة اللي هي conversion at maturity، هنا من اسمها conversion يعني احنا هنا المستثمر البوند هولدر قرر يحول هذا السند لordinary shares بتاريخ الماتشوريتي يعني بعد 4 سنوات بهذا المثال. طبعا شو بنيجي بنعمل هلا؟ اول اشي مع انه هو قرر يحول السند هذا، فاحنا يعني زي كأنه تخلصنا من السند، حيكون عندنا DR bonds payable. ومدام ما هو حوله على الماتشوريتي، يعني مو صح احنا نعمل جدول amortization بالعادة، مدام ما هو حوله at maturity يعني عندي انا باخر سنة البونز payable هاي حتساوي قيمتها مليونين، فلاني انا بدي اقسم بدي اقفل الحساب تبع البونز بيبل بستخدم الكارينج فاليو تبع السنة الحالية، مدام ما هو بالماتشوريتي فالكارينج فاليو حيكون يساوي الفيس فاليو، صح؟ فعندي انا دي ار بونز بيبل مليونين. بعدين طلع مدام ما هو حول، مو صح احنا استخدمنا في حساب اسمه شير بريميوم كونفيرجن ايكويتي اللي هو بهذا السؤال طلع معي 194374. هلا بالconversion at maturity هذا الحساب بدي اقفله، بدي اتخلص منه، فباجي بعمل dr share بحط طبعا لانه هو حساب equity باجي بحطه بالدبت عشان اتخلص منه، فعندي شيء share premium conversion equity يساوي اللي هي القيمة اللي انا طلعتها 194374، يعني بهاي الحالة نحكي بالconversion at maturity، مدام ما هو حول هذا البوند لأسهم فأنا بدي أتخلص من البوند تبعي، بدي أتخلص من السند اللي هو bonds payable بقيمة مليونين لأنه هو قرر يحوله بتاريخ الماتشوريتي فبقيمة مليونين. بعدين باجي بدي أقفل حساب الشير بريميوم conversion equity. بعدين نيجي على كريدت سايد، طلع هلا هو حول هذا السند لأسهم، طبعا أي نوع أسهم؟ شير كابيتال أوردينيري، صح؟ هو حولهم لأسهم لأوردينيري شيرز، فأنا أكيد عندي هذا الحساب حيزيد. لازم هنا طلع نرجع على السؤال عشان نقدر نطلع قيمة هدول. هلا هو بيحكي لك بالسؤال إنه كل بوند بنقدر نحولها ل 250 ordinary share،
والاوردينري شير البار فاليو تبعه واحد، شو بنيجي بنعمل؟ هلا بيقول لك كل بوند، احنا عندنا 2000 بوند، فبنيجي 2000 ضرب كل بوند 250، ف 2000 ضرب 250 ضرب هنا البار فاليو اللي هو عندنا بالسؤال واحد. الرقم اللي بيطلع معك بتحطه لهذا الحساب الشير كابيتال اوردينري، هنا حيطلع معك 500,000. يعني عندنا بالشير كابيتال اوردينري بتجيب عدد الاسهم اللي هو هون عندنا 2000 ضرب 250 وبتضربه بالبار فاليو، هون طلع 500,000. بضل عندك بالكريدت شير بريميوم اوردينري. كيف بتطلع قيمه الحساب هذا؟ بتشوف هلا مو صح احنا عندنا جهه الديبت والكريدت سايد لازم يتساووا، فاحنا بنشوف قديش ضايل عشان يتساوي، يعني بنجمع المليونين وبنجمع هدول جهه الديبت سايد وبنقص منهم الكريدت، الرقم اللي بيطلع معك بتحطه للشير بريميوم اوردينري عشان يتعادل معك الحساب. فعندنا هون حيكون 1,694,374، يعني طلع عندنا بالريبيرتشس ات ماتشوريتي هو ضل حامل السند لاخر يوم وما حولهم لاسهم، فخلص احنا بنسدل له قيمه السند الاصلي اللي هي 2,000,000 ونعطيك كاش، طبعا سي ار كاش، فبكون دي ار بونز بيبل لانه خلص الالتزام 2,000,000، وسي ار كاش كمان قيمه 2,000,000. تاني حاله الكونفرجن ات ماتشوريتي، هنا هو قرر يحول هدول باخر يوم، قرر يحول السند لاسهم، فاحنا بيروح علينا الالتزام هذا بدنا نتخلص منه ونعطيه بدالهم، بدل ما نعطيه من هون كاش اعطيناه اسهم احنا. فشو بنيجي بنعمل؟ دي ار بونز بيبل 2,000,000 اللي هو قيمه الفيس فاليو نفسها، بعدين دي ار شير بريميوم كونفرجن ايكويتي بدنا نتخلص من هذا الحساب اللي هو احنا. طبعا كيف طلعنا هاي القيمه؟ لما استخدمنا ال with and without method اللي عملنا هذا الحكي هون، هيها 194,374 نفسها نحطها بالدي ار، بعدين مع انه هو حولهم لاسهم فعنا الاسهم زادت، فحيكون عنا credit share capital ordinary هنا بنحطه بقيمة البار فاليو، دايما هنا بقيمة البار فاليو طلع معي 500,000. المتبقي عشان يتعادل جهة الكريدت والديبت سايد عشان يتعادلوا بحط القيمة بالشير بريميوم اوردينري. هاي هي عنا تاني حالة. طبعا بدي احكي اشي على الطلاب، باول ثلاث حالات احنا ما حيكون عنا اي gain او loss، باخر حالة حيكون عنا gain او loss، هذا اشي انه لازم تعرفه. يعني بالrepurchase at maturity، بالconversion at maturity وconversion before maturity، هنا انا ما بحط اي اشي gain او loss، اما بالrepurchase before maturity انا حيكون عندي gain او loss. اوكي نيجي على اخر او ثالث حالة اللي هي conversion before maturity. هنا المستثمر البوند هولدر قرر يحول هدول السندات لأسهم قبل تاريخ الماتشوريتي. طلع عشان هلا بالسؤال هذا بنحكي اعتبروا انه هو قرر يحولهم assume the bonds are converted into ordinary shares on December 31, 2016. طلع هلا هو حول هدول السندات حولهم لأسهم قبل تاريخ الماتشوريتي، فإحنا بنحكي فالسؤال بيحكي إنه اعتبروا حولهم بتاريخ 31/12/2016. بهاي الحالة أول إشي بدك تعمله اللي هو amortization schedule، يعني نيجي نكتب date والcash paid، cash paid interest expense discount amortized، واخر اشي عندنا carrying value of bond. طلع بدكم تعملوا
هلأ إحنا بهذا السند هو بلش بتاريخ 1/1/2015، بعدين عنا 31/12/2015، لحديت ما نوصل تاريخ اللي هو قرر يحول الأسهم تبعته، اللي هو عنا هون 31/12/2016. هلأ أنا ما حكتب كل قيم، حنزل زي PDF مكتوب كل إشي بالتفصيل. عنا بهذا اليوم بدك تطلع قديش نسبة الكارينج فالي، قديش قيمة الكارينج فالي. فإحنا عنا ب31/12/2016 الكارينج فالي تبعنا 1,894,464. أوكي، يعني هلا مو صح إحنا، هلا هذا أنا عم بحل على هذا السؤال، هو تكملة لهذا السؤال. أنا طلعت الماركت انترست هون 9%، عندي الستيتد انترست هو على 4 سنوات، فعادي هدول القيم بتطلعهم وبتعمل كارينج فاليو، قصدي امورتايزيشن سكيدجول طبيعي زي دايما، لحديت ما توصل التاريخ اللي هو قرر يحول السند تبعه لأسهم. فإحنا عنا طلعنا الكارينج فاليو يساوي هاي القيمة، شو بنيجي بنعمل؟ كيف حيكون شكل القيد؟ عشان أكتبه. أول إشي، مع إنه هو حول السندات فأنا بدي أتخلص من السند تبعي، فبعمل DR bonds payable اللي هو بقيمة 1,894,464. ونفس الإشي زي ما عملنا قبل، بدي أتخلص من الشير بريميوم كونفيرجن إيكويتي، بعمل شير بريميوم كونفيرجن إيكويتي بنفس القيمة 194,374. أوكي، نيجي بعدين بجهة الكريدت، بدنا هلا مدام ما هو حولهم من سندات لأسهم، فبنيجي بنعمل نفس ما عملنا قبل هنا، شير كابيتال اوردينيري، وبنحتسبها بنفس الطريقة اللي هي هون احنا طلعنا عدد الأسهم ضرب البار فالي تبعهم، فعنا هون بطلع 500,000. خليني اكتبه بمكان تاني احسن. يعني عنا احنا البونز بيبل، طلع معي بقيمة الكارينج فاليو 1,809,000، 464. عندنا دي ار شير بريميوم اللي هو كونفيرجن ايكويتي اللي هي 194,374. اوكي، بعدين عندنا بالسي ار شير، لانه هو حولهم من سندات لاسهم، فعندي شير كابيتال اوردينري حيزيد باي قيمه اللي هي 250/2000، لان هم 2000 سند وكل سند نقدر نحوله ل 250 سهم، ف 2000/250 ضرب دائما تستخدم البول فاليو هون. اوكي، بيطلع عنا 500,000. اخر اشي اللي هو بالكريدت شير بريميوم اوردينري، بهاي الحالة بنشوف قديش الفرق بين جهة الدي ار بنشوف الفرق بين جهة الدي ار والسي ار، اللي بضل زيادة بنحطه للشير بريميوم اوردينري اللي هو هون حيكون 1,588,883. اوكي، هاد هو الحالة الثالثة عنا. الحالة الرابعة حشرحها بفيديو تاني لانها شوي اطول واصعب يعني، بس انه اهم اشي تعرفوا انه باول 3 حالات احنا ما حيكون عنا اي gain او loss. بالحالة الاولى اللي هي repurchase at maturity، هنا المستثمر ما حول السند، ضل متمسك فيه لحديت الماتشوريتي، فهو بيكون احنا بنشيل الالتزام اللي علينا وهو بيكون حصل على كاش. فعندنا دي ار بونز بيبل بقيمه الفيز فاليو اللي هو 2,000,000، للسي ار كاش كمان بقيمه الفيز فاليو. بالكونفرجن ات ماتشوريتي هو ضل مستني لاخر يوم
وقرر يحول السندات هدول الأسهم. فإحنا شو بنيجي؟ مع إنه هو حول السند لأسهم، بدنا نتخلص من البونس بيبل، بدنا نتخلص من الالتزام اللي علينا، وطبعا بدنا نشيل الشير بريميوم كونفيرجن ايكويتي. وما دام ما هو حوله لاسهم، فالاسهم الاسهم زادت، هو لانه كمان هو صار عنده اسهم زياده، الاسهم عندنا زادت، فهي ايش بتصير؟ شير كابيتال اوردينري بقيمه البور، دائما استخدموا البور فاليو، والمتبقي عشان هدول عشان جهه الدي ار والسي ار يتوازنوا، بنيجي بنحط الباقي بالشير بريميوم اوردينري. اوكي، اخر حاله اللي هي conversion before maturity. اول شيء بنشوفه باي يوم قرر يحول هدول السندات، بالمثال هذا هو حولهم ب 31/12/2016. بنيجي بنعمل amortization schedule لحديت هذا اليوم، عشان انا بدي اطلع الكارينج فاليو ل 31/12/2016، بدي اطلع الكارينج فاليو. فانا عندي طلع 1,894,464. شو باجي بعمل عشان اكتب القيد؟ بحط DR bonds payable بقيمة ال carrying value، share premium conversion equity بتخلص منه خلاص ما بدي اياه، هنا share capital ordinary نفس القيمة كانت 500,000 لانه هو حول السندات تبعته لأسهم، واخر اشي اللي بضل زيادة عشان يتوازن جهة ال DR وال CR بنحطه لل share premium ordinary. بضل علينا اخر حالة هشرحها بالفيديو اللي بعده إن شاء الله. بالتوفيق جميعاً.